الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين باب آخر من أبواب كتاب الكافي الشريف باب الإشارة والنص على علي بن الحسين صلوات الله عليهما ذكرنا فيما مضى أن الإمامة اختيار من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه في كتابه الكريم: "وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إمامًا، قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهدي الظالمين". فالإمامة عهد الله وعهد الله إليه لا إلى غيره. قال سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره. الانبياء والاوصياء والائمه يختارهم الله سبحانه وتعالى ولا يختارهم ولا يختارهم احد غير الله سبحانه وتعالى. واما معرفه الانبياء والائمه عليهم الصلاه والسلام فبطرق متعدده. من تلك الطرق المعاجز. يعني مثلا رسول الله محمد صلى الله عليه واله كانت له معاجز كثيره منها القران الكريم. ومنها بشاره الانبياء والاوصياء السابقين. عيسى عليه السلام بشر برسول الله محمد صلى الله عليه واله، وهكذا سائر الانبياء. ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. وهناك علائم تدل على ان من يكون النبي. وهكذا بالنسبه الى الائمه عليهم الصلاه والسلام. لكن الله سبحانه وتعالى شاء ان يكون اهم دليل على امامتهم النص، يعني نص رسول الله صلى الله عليه واله العام او الخاص، وكذلك نص الائمة السابقين على الائمة اللاحقين، وأيضا معاجز الائمة، أيضا علمهم، وأيضا علائم أخرى ذكرناها فيما مضى، ففي هذا الباب من كتاب الكافي الشريف الكليني رضوان الله تعالى عليه يذكر بعضا من الاحاديث التي فيها دلاله صريحه او اشاره على ان الامام زين العابدين عليه الصلاه والسلام هو امام منصوب من قبل الله سبحانه وتعالى، وقد نص عليه رسول الله صلى الله عليه واله والائمه السابقين. من جملتها بعض الاحاديث التي نقراها في هذه الحلقه عن ابي جعفر عليه السلام قال ان الحسين بن علي عليه السلام لما حضره الذي حضره يعني في يوم عاشوراء دعا ابنته الكبرى فاطمه بنت الحسين عليه السلام فدفع اليها كتابا ملفوفا ووصيه ظاهره وكان علي بن الحسين عليه السلام مبطونا معهم لا يرون الا انه لما به، فدفعت فاطمه الكتاب الى علي بن الحسين عليه السلام، ثم صار والله ذلك الكتاب الينا يا زياد الراوي، قلت ما في ذلك الكتاب؟ جعلني الله فداك، قال فيه والله ما يحتاج اليه ولد ادم. منذ خلق الله ادم الى ان تفنى الدنيا، والله ان فيه الحدود حتى ان فيه ارش الخدش. ذكرنا فيما مضى ان مواريث الانبياء وصلت الى رسول الله محمد صلى الله عليه واله، ومواريث الانبياء تشتمل على كتبهم كالتوراه والانجيل والزبور وصحف ابراهيم والكتب التي نزلت على آدم وعلى إدريس وعلى نوح وغيرها من الكتب السماوية التي هي مئة وأربعة كتاب كما في بعض الأحاديث هذه كلها وصلت إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله ومن رسول الله وصلت إلى الأئمة يعني رسول الله سلمها إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام ومنه إلى الحسن ومنه إلى الحسين عليهما الصلاة والسلام ومنه إلى علي بن الحسين زين العابدين وهكذا وهي الآن عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه من المواريث. ومن المواريث بعض الأمور التي كان بها معاجز الأنبياء كعصا موسى وخاتم سليمان وقميص يوسف عليهم الصلاة والسلام وغيرها. وأيضًا مواريث رسول الله محمد صلى الله عليه واله، ومواريث أمير المؤمنين، وهكذا، هذه من كل إمام تنتقل إلى الإمام الذي بعده، هناك الجفر الأبيض وفيه العلم، يعني صندوق من جلد يحتوي على الكتب، وهناك الجفر الأحمر وفيه سلاح رسول الله صلى الله عليه واله ومواريث الأنبياء. من الأمور التي هي في الجفر الأبيض إضافة إلى الكتب السماوية النازلة على الأنبياء أيضا كتاب علي عليه الصلاة والسلام. وكتاب علي كتاب أحكام، يعني الشريعة كاملة جميع الاحكام التي انزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه واله جميع تلك الاحكام املاها رسول الله صلى الله عليه واله على امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام فدونها حتى ارش الخدش هذا ايضا من المواريث ومن المواريث مصحف فاطمة. مصحف يعني كتاب لأن الصحيفة ورقة. المصحف يعني الجامع للصحف للأوراق. ما هو مصحف فاطمة؟ لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله مسموماً حزنت فاطمة حزناً شديداً. فالله سبحانه وتعالى أرسل ملكاً يحدثها كما أن الملائكة كانت تحدث مريم عليها السلام إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاكِ وطهركِ واصطفاكِ على نساء العالمين إلى آخر الآيات المباركات هكذا فاطمة هي سيدة نساء العالمين وأفضل من مريم الله سبحانه وتعالى أرسل ملكاً ليحدثها حدثها بأي شيءٍ حدثها بما قدره الله سبحانه وتعالى من الاحداث ما يجري في هذا الكون الى انقضاء امر هذا الكون وقيام الساعه ما يكون وما هو كائن وكذلك ما كان وكان الملك يح ملك يحدث فاطمه وكان امير المؤمنين يكتب ذلك هذا مصحف فاطمه سلام الله عليها من امام يصل الى امام الامام الحسين عليه الصلاه والسلام حينما خرج الى العراق كان يعلم بما سيصيبه من امر الشهاده فاودع اكثر هذه الموارث عند ام سلمه رضوان الله تعالى عليها أم سلمة هي أفضل زواجات رسول الله محمد صلى الله عليه وآله بعد خديجة لأن أفضل الزواجات هي خديجة وبعد خديجة أفضل الزواجات أم سلمة فالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام استودع أكثر هذه المواريث عند أم سلمة جعلها وديعة عندها فلما رجع الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام قبضها من أم سلمة، لكن هذه الأحاديث تدل أن الإمام الحسين عليه السلام اصطحب معه كتاباً، هذا الكتاب إما هو كتاب علي عليه الصلاة والسلام الذي فيه جميع الأحكام الشرعية أو الوصية النازلة من السماء كتاب نزل من السماء على رسول الله محمد صلى الله عليه واله الله سبحانه وتعالى كان يوحي إلى الرسول وحيا بدون أن يكون هناك قرطاس مكتوب من السماء نازلا عليه إلا في هذه الوصية التي هي حديث قدسي وقد ذكرناها مفصلا فيما مضى هذه الوصيه نزلت مكتوبه من السماء تبين تكليف كل امام تكليف كل امام من الامام امير المؤمنين الى الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وكانت مختومه كل امام حينما يستلم الامام الظاهره يفتح الختم الذي يرتبط به ويقرا ما في هذه الوصيه ويعمل بها لذا تشوف الأئمة كل واحد منهم سار بطريقة لأن الظروف كانت تختلف حتى الإمام الواحد فترة سار بطريقة ثم سار بطريقة أخرى كما أن رسول الله في مكة لم يجاهد لأن الله أمره بأن لا يجاهد لكن في, المك في مكة في المدينة جاهد المقصود الجهاد العسكري ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ماكو قتال في مكة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بعد ذلك في المدينة الله سبحانه وتعالى أنزل آيات الجهاد بدءا من قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير كل سيرة الرسول صلى الله عليه واله بوحي من الله سبحانه وتعالى، هكذا الائمة تشوف الامام الحسن عليه الصلاة والسلام نهض في بداية الامر لقتال معاوية ثم صالح معاوية. الامام الحسين عليه الصلاة والسلام بعد استشهاد الامام الحسن بالسم صالح معاوية يعني استمر في الصلح لكن في زمان يزيد قام بالسيف. وهكذا كل إمام ترى له سيرة حسب الظرف المناسب، كل ذلك كان مدونا في هذه الوصية التي نزلت من السماء على رسول الله محمد صلى الله عليه واله. إذا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام اصطحب معه إما كتاب علي عليه السلام وإما هذه الوصية. ويستفاد من الجمع بين الاحاديث انه اصطحب معه كلا الكتابين. اما بالنسبه الى الوصيه النازله من السماء، لعله سبب اصطحابها معه الى العراق الى كربلاء ولم يودعها عند ام سلمه انه بيوم عاشوراء وباستشهاد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بدأت الإمامة الظاهرة للإمام زين العابدين، زين من حين يوم عاشوراء إلى رجوع الإمام زين العابدين إلى المدينة، هذه أشهر في هذه الفترة الإمام زين العابدين يسير بطريقة، هذه الطريقة مكتوبة في هذه الوصية التي انزلها انزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه واله فكان المفروض ان يعمل بهذه الوصيه في هذه الفتره ولذلك كان من الضروري ان تكون هذه الوصيه مع الامام الحسين عليه الصلاه والسلام وايضا بالنسبه للاحكام ايضا هذه الفتره الامام يبين الاحكام سواء لعامة الناس او للخاصه او لاهل بيته فهذا ايضا كان سبب لعله سبب وجود كتاب علي عليه الصلاه والسلام مع الامام الحسين. الامام زين العابدين بحكمه من الله كان مريضا في يوم عاشوراء. لماذا؟ لانه اذا مو مريض كان الجهاد عليه واجبا، واذا كان يجاهد كان يقتل. فالله سبحانه وتعالى يريد حفظ حجته من جهه، ويريد حفظ احكامه، يعني كان يمكن الله سبحانه وتعالى يستثني الجهاد واجب يوم عاشوراء على الجميع باستثناء الامام زين العابدين، لان التشريع بيد الله سبحانه وتعالى، لكن الاستثناء بهذه الحاله ما كان مناسب بشخصيه الامام زين العابدين، يقال له انه انت كنت في كامل صحتك لماذا لم تقاتل؟ كان يعير بذلك حتى لو يقول هذا حكم استثناء لا كان ما كان يصدق والله سبحانه وتعالى لا يعمل عملا يوجب تعيير اوليائه عليهم الصلاه والسلام. لذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر المرض ويقدر الصحه هو امرض الامام زين العابدين عليه الصلاه والسلام. مرضا بينا للجميع ليسقط عنه فرض الجهاد وفي الوقت نفسه يحفظه الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقه الامام الحسين عليه الصلاه والسلام لان الامام زين العابدين كان في شده مرضه اودع الكتاب او الكتابين الى فاطمه الكبرى بنت الحسين عليه الصلاه والسلام فاطمه الكبرى افضل بنات الامام الحسين حتى هذا الحديث هو الدليل على انها افضل لماذا لانها كانت المحل القابل لان تودع هذه الوصيه فاودعها الامام الحسين هذه الوصيه لتحفظ لا تنهب وبعد ذلك، بعد يوم عاشوراء سلمتها للإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، ففي هذا الحديث دلالة على وإشارة على إمامة الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، لأن الوصية والنص أظهر دليل على الإمامة. في هذا الحديث الأول التي تلوناه عليكم، الراوي زياد بن المنذر. زياد بن المنذر يسأل الإمام الباقر عن ذلك الكتاب. قلت ما في ذلك الكتاب جعلني الله فداك؟ قال فيه والله ما يحتاج إليه ولد آدم، منذ خلق الله آدم إلى أن تفنى الدنيا. الظاهر أن المراد الأحكام الشرعية، الشريعة، والله إن فيه الحدود حتى أن فيه أرش الخدش، يعني الخدش البسيط، هذا الخدش إذا كان ظلماً، وحتى إذا كان خطأ، فيه أرش، يعني كدية، حتى هذا المقدار مذكور فيه، لأن أحكام الله سبحانه وتعالى هذا يجب أن تراعى وأن تحفظ. احنا ما عندنا حكم صغير وحكم كبير. كل احكام الله كبيرة. لماذا؟ لأنها صادرة من الله سبحانه وتعالى. ومعصية أي حكم من أحكام الله حتى الأحكام اللي نتصورها صغيرة معصية العظيم عظيمة ومعصية الكبير كبيرة، إلا أن الله سبحانه وتعالى تفضل على الناس فعفى عن بعض هذه الذنوب. اللي يعبر عنها بالصغائر وإلا هي في الواقع ليست صغائر كل ذنب هو كبير لأن أنت دا تعصى الله سبحانه وتعالى أنا دا أعصى الله الناس دا يعصون الله عصيان العظيم عظيم لكن الله من تفضله قال إذا هاي المعاصي إذا واحد ارتكب معصية منها بشرط أن يرتكب الكبائر الله يعفو عنه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، هذا من لطف الله. بالنظر إلى نفس المعصية تكون صغيرة أو كبيرة، لكن بالنظر إلى أنه عصيان لله سبحانه وتعالى فكلها بهذا الاعتبار شنيعة جدا، الذي له الحق المطلق علينا في كل شيء. اصل وجودنا اكبر النعم علينا ثم الله سبحانه وتعالى غمرنا بالنعم بحيث انه قال وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها فالانسان يعصي هكذا رب وحتى لو اذا هو يعفو عن الذنب لكن هل يليق بالانسان ان يفعل ذلك افرض واحد ابوه متفضل علي بما لا يستحق هذا الانسان، اصل وجوده عن طريق ابيه، بعد ذلك ابوه غمر بالمال وبالنعم وبكل شيء، صرف علي، سواء انسان محترم ذا مال ذا مكانة اجتماعية، ثم هذا الابن لا يطيع اباه، لماذا لا ت... لم تطع اباك؟ يقول ابوي انسان عظيم يغفر لي. نقول له هو يغفر لك. هو عظيم بس انت ليش تعصي هكذا اب؟ هذا لا يليق بك حتى اذا هو يعفو عنك. على كل حال هذا بالنسبه الى الحديث الاول. الحديث الثاني ايضا بنفس هذا المعنى وفي هذا الحديث فلما كان من امر الحسين ما كان دفعت ذلك إلى علي بن الحسين، يعني دفع الوصية إلى فاطمة الكبرى وصية ظاهرة، يعني الإمام بشكل علني أمام النساء أو أمام الناس دفع الوصية لها، لكي يتبين أن الوصي من بعده هو الإمام زين العابدين، لما حضر الحسين ما حضره دفع وصيته إلى ابنته فاطمة ظاهرة مو بالخفيه دفع اليها، لا، علني، الجميع الحاضرين رأوها في كتاب مدرج، مدرج يعني مطوي. فلما ان كان من امر الحسين ما كان، دفعت ذلك الى علي بن الحسين. قلت له: فما فيه يرحمك الله؟ قال: ما يحتاج اليه ولد ادم منذ كانت الدنيا الى ان تفنى. هذا الحديث الثاني ايضا بنفس معنى الحديث الاول. الحديث الثالث عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان الحسين صلوات الله عليه لما صار الى العراق استودع ام سلمة رضي الله عنها الكتب والوصية فلما رجع علي بن الحسين دفعتها اليه ذكرنا ان الامام الحسين باستثناء الكتابين اللذين دفعهما الى ابنته فاطمة في يوم عاشوراء سائر المواريث استودعها عند ام سلمه. لما صار الى العراق استودع ام سلمه رضي الله عنها الكتب والوصيه. شنو هاي الوصيه؟ لعله الكتاب النازل من السماء احتمال. احتمال كتب اخرى كانت. احتمال وصايا اخرى. هذه على كل حال احتمالات فيها لأن الوصايا كانت متعددة وليس كتابا واحدا فلما رجع علي بن الحسين دفعتها إليه، حديث آخر هذا الحديث فيه دلالة وإشارة على إمامة الإمام زين العابدين وعلى إمامة الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام الحديث مفصل ولكن حاصله أنه الراوي الشيباني يقول: كنت جالسا عند علي بن الحسين وعنده ولده الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام كان له أحد عشر ولدا ذكرا من أمهات شتى، وهذه الأمهات كن أمهات ولد إلا والدة الإمام الباقر وعبد الله وعبد الله الباهر، كانت أمهما فاطمة بنت الحسن، يعني الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام تزوج بنت عمه فاطمة بنت الحسن، فأنجبت ولدين الإمام محمد الباقر وعبد الله الباهر، أنجبتهما. ولذلك الإمامة اجتمعت في ولد الحسن والحسين من الإمام الباقر. لماذا؟ لأن الإمام الباقر حفيد الإمام الحسين من طرف الأب وحفيد الإمام الحسن من طرف الأم. أكبر الأولاد كان الإمام الباقر عليه السلام. وهذه فاطمة بنت الحسن كانت جليلة القدر. حتى انه روي انها كانت جالسه تحت جدار فأراد الجدار أن ينقض فأشارت اليه ان قف والجدار هو في حال السقوط توقف فلما قامت وخرجت من تحت الجدار سقط هذه المرأة لها كرامات الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام كان جالسا معه ولده إذ جاء جابر ابن عبد الله الأنصاري جابر ابن عبد الله الأنصاري من الصحابة الذين عمروا طويلا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه حينما هاجر رسول الله إلى المدينة كان شاباً وبقي بعد رسول الله صلى صل الله عليه واله الى سنة السبعين حسب ما في بالي او اكثر من السبعين. يعني ستين سنة او اكثر من ستين سنة بعد رسول الله صلى الله عليه واله كان حيا. فجابر جاء الى الامام زين العابدين عليه الصلاة والسلام. فرأى الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام فخلا به وحدثه بحديث البقية ما استمعوا إلى هذا الحديث فلما ذهب جابر سأله الإمام زين العابدين سأل الإمام زين العابدين سأل الإمام الباقر ما قال لك جابر الحديث معروف قال جابر إن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني أني يعني جابر سأدرك رجلا من أهل بيته يقال له محمد بن علي يكنى أبا جعفر فإذا أدركته فأقرئه من السلام يعني رسول الله صلى الله عليه وآله أبلغ الإمام الباقر عليه السلام أبلغه السلام لكن بشكل خاص الإمام، الإمام زين العابدين قال للإمام الباقر ما معناه أنه أخفي هذا الأمر عن إخوتك، لماذا؟ ولعله يصيبهم الحسد كإخوة يوسف، إخوة يوسف هؤلاء أبناء الأنبياء أبوهم يعقوب عليه السلام. جدهم اسحاق عليه السلام والد جدهم ابراهيم أنبياء أبناء الأنبياء وهم كانوا صالحين حينما تابوا والله سبحانه وتعالى قبضهم من الدنيا طاهرين مطهرين بعد توبتهم لكن أصابهم الحسد بالنسبة إلى يوسف اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه اصابهم الحسد، لكن بعد ذلك تابوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين، اولاد الائمه عليهم الصلاه والسلام باستثناء الائمه لم يكونوا معصومين لذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يراعون بالنسبة إلى أولادهم أولاد الأئمة علماء فضلاء فيهم فيهم ناس على درجة عالية من التقوى والورع ولكن ما دام ليس بمعصوم بالنتيجة ماكو ضمان إلا بحسن التربية والائمه احسنوا تربيه اولادهم. لذا ابناء الائمه عليهم الصلاه والسلام بشكل عام علماء صلحاء فضلاء اتقياء. واما ما ورد في ذم بعضهم فهذه اسنادها ضعيفه بشكل عام. ولا يمكن الاعتماد عليها، ولعلها كانت للتقيه. وقد مر بحث في ذلك وسيأتي أيضا باب مفصل في هذا الموضوع ان شاء الله في ذلك الوقت سنفصل في هذا الموضوع. لكن الائمه عليهم الصلاه والسلام كانوا عملا بقوله تعالى قوا انفسكم واهليكم نارا يهيئون الظروف لهم لحسن تربيتهم لكي يكونوا علماء ورعين. لذا الامام زين العابدين هنا يقول الامام الباقر اكتم هذا الخبر عن اخوتك لئلا يصابون بما اصيب به اخوه يوسف. قال له ابوه هنيئا لك يا بني ما خصك الله به من رسوله ومن بين اهل بيتك لا تطلع اخوتك على هذا فيكيدوا لك كيدا كما كادوا اخوه يوسف ليوسف عليه السلام. هذا أيضا حديث آخر من أحاديث هذا الباب هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين